متهم وكانت الحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة القتل العمد. السجن 15 سنة للمتهم اللي بيظهر قدامنا بيرتدي ملابس بيضاء بتهمة القتل العمد. المتهم بيظهر قدامنا في داخل القفص بعد الحكم عليه في بقتل المجني عليه. كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة إن المتهم ويعمل جزار طعن المجني عليه صاحب محل جزارة بالسطور في بطنه مما أدى لخروج أحشاء المجني عليه بسبب الطعنة القاتلة اللي طعنها المتهم للمجني عليه. وكانت الجريمة بسبب المنافسة على سعر كيلو اللحمة قبل عيد الأضحى اللي هو العام الماضي. وأدى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث في التحقيقات وقال كنت بعاتب زميلي اللي هو المجني عليه عشان وقع سعر اللحمة في المنطقة، وكان بيقول في الميكروفون اللحمة بتسعين جنيه وأنا قتلته عشان الخسارة، حرام ما ترضيش ربنا. وبرر المتهم جريمته أمام جهات التحقيق مدعيا أن المجني عليه استولى على زبائنه لأنه كان بيقوم بالبيع بسعر رخيص عشان كان او لانه كان بيذبح. وبرر المتهم جريمته امام جهات التحقيق مدعيا ان المجني عليه استولى على زبائنه لان كان بيقوم ببيع اللحمه بسعر رخيص، متحججا بان المشاه اللي كان بيبيعها كانت كبيره في السن، لكن الزبون لا يعرف ذلك وكان دايما الزبون بيبحث عن السعر الارخص. وان المتهم بالتحقيقات قال ان هو تعرض لخسائر بسبب نزول زميله اللي هو المجني عليه بالتسعيرة، وعندما توجه ليه لمعاتبته فوجئ بيه اعتدى عليه بالسباب وشتائم فأمسك بالسكين وطعنه ببطنه. وأفادت تحريات المباحث حسب رواية شهود العيان اللي شافوا الحادث إن ذكروا إن المجني عليه كان قام بتعليق لافتة قماش أمام محل الجزارة الخاص به في منطقة الزيتون مكتوب عليها الكيلو اللحمة بتسعين جنيه ونحطم الأسعار، مع تشغيل صوت المكبرات لحث الزبائن على الشراء منه زي ما قلنا قبل عيد الأضحى المبارك العام الماضي. وقال إن هو زي ما قلنا إن هو بيحطم الأسعار ليكسر الاستغلال. وإن شهود العيان قالوا إن هو فعلا الزبائن بدأت تتجمع حول المحل وبدأت تشتري من المحل وتسيب أو تترك المحلات الأخرى بسبب أن السعر اللي كان بيكون بيبيع بيه رخيص عن المحلات الأخرى. هو ما أغضب المتهم اللي توجه لمحله وطلب منه هو أنه يشيل اليافطة، لكن حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى تشابك بالأيدي. أحضر المتهم خلالها سطور من محله حل الجزارة اللي بيمتلكه ويطعن بالمجني عليه في بطنه مما أدى لخروج أحشاء المجني عليه من بطنه في مشهد ذهول وسط ذهول المرة والمواطنين. تعود أحداث الواقع بتلقي قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بمقتل جزار على يد زميله جزار آخر بسبب المنافسة على سعر كيلو اللحمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشقرة وضبط طرفيها، وتبين وفاة أو مقتل المجني عليه بجرح نافذ بالبطن نتيجة طعنه بالسطور من قبل المتهم اللي زي ما قلنا اعترف إن هو قتله عشان قام ببيع اللحمة بأرخص من ثمنها، مما أدى إن المتهم الزباين غدروا المحل بتاعه وبدأوا إن هم يشتروا من المحل الآخر المنافسة على سعر بيع اللحمة. ولتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة
بتهمة القتل العمد، مستمرين مع حضراتكم في تغطيات أخرى من دفاتر المحاكم.